السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هتكلم مع حضراتكم عن موضوع أنا بعتبره قصة من الموضوعات اللي احنا اشتغلنا عليها في مدرستنا العلمية، وهو برضو بيدي نقول إنديكيشن إنه ممكن جدا البحث في العلوم الأساسية يؤدي في النهاية إلى بوتنشال بايوماركر للديزيز. فأنا اخترت العنوان حقيقي لأنه بيعبر عن خلية مهمة جدا اللي هي مايلويد درايفد سوبريسور سيلز، وده أنا هكلم حضراتكم عنها وإزاي إن هي ممكن تطور الموضوع إن هي تبقى بايوماركر في الكانسر. يمكن قبل ما أتكلم عن أي حاجة نحب أعمل ديسكلوجر إن معظم المعلومات اللي أنا بقدمها هنا دي نتاج مشروعين اتنين، ده أرقام حضراتكم ممولين من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. فيها كل اللي أنا بقدمه عبارة عن انترودكشن على وجه العموم، وبعد كده نتائج من شغلنا الرئيسي. ويمكن برضو أحب أقول لحضراتكم إن إحنا مهتمين، يمكن أنا مش كاتبها هنا، مهتمين بثلاث حاجات اللي هو المجموعة البحثية بتاعتنا، مهتمين بال understanding how cancer cells escape من ال defense mechanism على وجه العموم سواء كان immune أو non immune، ومهتمين بال developing of novel anti cancer immunotherapy، ومهتمين بإيه اللي بيحصل في ال tumor micro environment، إيه اللي بيحصل تحت تأثير السرطان اللي هو بيغير من بيعمل dysfunction خاصة في الإميون سيستم. آخر حاجة مهتمين بها جدا اللي هي مونيترينج الكانسر ستيم سيلز، لأن احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكانسر ستيم سيلز هي بتبقى ريزيستنت للكيمو والراديو ثيرابي، وبالتالي هي بتعمل حتى لو الكانسر حدث له إراديكيشن فبعد فترة بترجع تاني بتعمل نيتش بترجع تاني بيحبس الكارنس. ويمكن أنا في السلايد دي يمكن أو دي تقريباً اللي أنا كنت بتكلم عليه اللي هم الأربع نقاط الرئيسية، أنا هختار منهم رقم أربعة جزء محدد اللي هو أنا هتكلم عليه النهاردة اللي هو regulatory immune cells، ودي اللي أنا هتكلم عليها واختار منهم واحدة. احنا شغالين على two kinds of regulatory أو suppressive immune cells، هتكلم على واحدة اللي هي المايلويد درايفد سوبريسور سيلز، فهتكلم عليها على وجه العموم، وبعدين هدي قصتنا مع البريست كانسر والليوكيميا والإتش سي في والإتش سي سي، وبعدين السؤال بقى اللي أنا بطرحه هل ممكن استخدامها كبوتنشال بايوماركر. لو بصينا للعلاقة ما بين الإميون والكانسر، طبعا كلمة بايوماركر من وجهة نظر أنا تحرك إحنا البادي ما بين هوميستاتيك كونديشن يعني الهيلث اند ديزيز، فدايما وي ار لوكينج فور اني ماركر يقول لي ان في ديزيز وديزيز في مرحله ايه ولا اخر. فبالنسبه لي الكانسر سيلز والاميون سيلز في علاقه شرسه جدا جدا ما بينهم، بس دائما بتبقى لصالح الكانسر سيلز ودي الاسباب كتيره جدا. فانا بشبه العلاقه ما بين الاثنين دول بالتاج اوف وار، عارفين اللي هو شد الحبل، لعبه شد الحبل اللي بنعملها واحنا صغيرين، المهم مين اللي هيكسب في النهايه هيشد اكتر. للاسف الشديد معظم اللي بتكسب الكانسر سيلز، والاسباب برضو كتيره جدا. من ضمن الاسباب هي ممكن في انترنسيك ميكانيزم اللي هي في التيومر سيلز نفسها او التيومر مايكرو انفايرمنت، واكسترنسيك سيلز اللي هي حاجات خارج التيومر سيلز. ايا كان انترنسيك او اكسترنسيك فهي بتبقى سيلولار بيست او مولكولار بيست. ففي حاله السيلولار بيست زي ما قلت لحضراتكم من شويه الكانسر ستيم سيلز ديت ريزيستنت جدا وبميكانيزم محدد الى الكيمو والراديو ثيرابي، فبتبقى بعد فتره وهي بتبقى بتعيش تحت هايبوكسيك كونديشن، تبقى هايبوكس تحت الهايبوكسيا عكس الكانسر ستيم سيلز العاديه اللي هي بتبقى نورموكسيك. ف يعني الكانسر ستيم سيلز انجوي النقص في الاكسجين فبتنها بكده لحد ما تموت الخلايا الثانيه وبعد فتره ترجع تاني، وعندها ميكانيزم لده طبعا.
في خليه ثانيه اللي هي خلايا على وجه العموم سيركيليتنج تيومر سيلز بيحصل لها شيدنج من التيومر سيلز من البرايمري تيومر او الميتاستاتيك تيومر وبتلف في الدم وممكن تعمل بؤره جديده او الاوتوفاجي. مش هتكلم بقى على الاجزاء الثانيه كتير. على مستوى الموليكولر اللي انا نوهت عليه في كلمتي اللي هو الانتيجين اديتنج، الكانسر سيلز كل شويه تغير من شكل الانتيجين بتاعتها، تخبي بعضها تطلع بعضها كذا في حاله دايناميك من الانتيجين اديتنج، ما بتطلعش على السطح بتاعها ام اتش سي كلاس 1 و2، دول مهمين جدا في اي اميون ريسبونس. وزي ما قلت لكم بقى الثلاث بروتينات اللي منهم اثنين هنا البي دي 1 والبي دي ال 1 اللي هم اكتشفوهم وخدوا عليهم جائزه نوبل، دول مهمين جدا اللي هم الفرامل اللي بتوقف حركه الخلايا المناعيه. وطبعا في تيومورجينيك فاكتورز كتير جدا جدا منها حاجات بايو ماركرز. البي دي 1 والبي دي ال 1 دلوقتي بقى اصبح وده اللي انا يعني مش هتكلم عليه النهارده، بس بقول لحضراتكم ان هو عشان تعمل اميونوثيرابي لازم يبقى تكشف عن هل دول اكسبريسد ولا لا بالتيومر سيلز، فبنستخدمه كماركر للاميونوثيرابي في حاله لو انت هتعالج بالتشيك بوينت انهيبيتورز للبي دي 1 والبي دي ال 1. اكسترنسك فاكتورز تلاقي اثناء التيومر سيلز بتفرز تيومرجينيك فاكتورز، تبتدي الفاكتورز ديت تعمل حاجتين، تزود التيومر جروس والتيومر ميتاستاسيس وفي نفس الوقت تشقلب حال الاميون سيستم وتحول نصه من خلايا هيلبر الى خلايا سوبريسر، ودي بتبقى شيء غريب جدا جدا. ايه الخلايا دي او ثلاث انواع من الخلايا؟ اهم واحده فيهم اللي انا هتكلم عليهم النهارده لانها مش قديمه قوي اللي هي المايلويد درايفد سوبريسر سيلز، خلايا في النخاع العظم بتطلع نيتروفيل بعد الديفرنشيشن تقف في الوسط، لا بتبقى بريكرسر ولا تبقى نيوتروفيل، تقف في الوسط تحت ظروف معينه وتبدي تفرز مواد كتيره جدا جدا تؤدي الى زياده التيومر جروس والميتاستاسيس زيها زي المواد اللي بتفرز من التيومر وفي نفس الوقت تشل حركه باقي الخلايا المناعيه. كذلك التيركسرز دي خلايا المفروض يعني موجوده بطبيعه الحال عشان تمنع الاوتو اميونيتي ولكن بتزداد جدا في حاله التيومر. وكذلك السي دي 4 سيلز اللي هي نص الليمفوسايتس تي سيل ليمفوسايتس او اكتر تتحول تحت ظروف التيومر تتحول الى سوبريسر سيلز، فالحاله دي برضو بنسميها تيرج سيلز. وطبعا الناتشورال كيرسر نفس الكلام. فثلاثه ريجولاتوري سيلز ام دي اس سي اختصارا للمايلويد درايف سوبريسر سيلز والتيرج سيلز والناتشورال كيلر سيلز. احنا مهتمين حقيقي بالثلاث خلايا دول اللي هي الاكسترنسك فاكتور بالاضافه طبعا الانترنسك اللي هو السي تي سي والسي اس سي. والمولكولر طبعا لسه مناقشين رساله امبارح من احد طلابي على البي دي 1 والبي دي ال 1 اكسبريشن على التي ريك سيلز، يعني بنجمع ما بين السيلولر والمولكولر ميكانيزم. لو بصيت حضرتك على الاميون سيس الاميون سيلز اللي فوق دي سواء كانت ان كي سيلز تي هيلبر 17 او بي او تي او تي ريجولاتوري سيلز، وبصيت تحت على الدندريتك سيلز على الشمال دايما في المناعه تايب 1 معناه انه ستيمولاتوري، تايب 2 سوبريسيف. فوجد في العشر سنوات الاخيره او اكتر شويه ان اي اميون سيلز موجوده على هيئه دبل ايجد سورد، واحد انهبيت واحد ستيمولاتوري واحد انهبيتور. ستيمولاتوري اللي هو زي دي حتى الدندريتك سيلز دي سي 1 المونوسايت ام 1 النيوتروفيل او الماكروفاج النيوتروفيل ان 1 وعلى الجانب الاخر ان 1 سوري ان 2 ام 2 دي 2 تي اتش 2 وهكذا. الفرق ده حاجات استابليشد بندرسها دلوقتي في التكست بوك مش جديده يعني. نلاقي دايما تايب 1 يؤدي في النهايه الى تيومر ريجريشن، اما تايب 2 يؤدي الى بروجريشن. وده فيهم حاجات ممكن تستخدم كبايو ماركر زي اللي انا هتكلم عليه النهارده. فده بيلخص التو سيلز اللي هو الريجولاتوري اللي على اليمين والمايلويد درايفد سوبريسر سيلز في حاله وجود التيومر سيلز. الاثنين دول الام دي اس سي والتيريك سيلز بيفرزوا الراس والان او والارجينين ارجينيز اللي هو بيعمل انهبيشن للارجينين او ديبليشن والاي لوتين والتي جي في بيتا اند اذر فاكتور. كل دول في النهايه بيعملوا شوت داون للتي سيلز. يعني لو جبت تي سيلز من بيشن كانسر بيشن وحللت الدم بتاعه حاليا بقى بعد الدراسات هتلاقي عنده تيريك سيلز عاليه عند ام دي اس عاليه. وطبعا كلما كان الاثنين موجودين تبقى المشكله اكبر
لو احدهما مشكله، لو الاثنين موجودين تبقى اكبر، لان بيشتغلوا كسينرجيستك او مش سينرجيستك سوري اديتيف افكت، اديتيف افكت، وبيعملوا شوت داون للتي سيلز. تمام. ازاي بيعملوا شوت داون؟ لو خدنا الام دي اس سي على سبيل المثال، وليه احنا مهتمين قوي بالام دي سي؟ لانها لما بتبقى موجوده وفي حاله عدم وجود التيريج من الاساس، هي بتطلع برضو التيريج، بتساعد على تكوين اللي هو الجزء ده السام ده ام دي سي، بتفرز اي تيرن واي تي جي اف بيتا، دول معروفين ان هم بيعملوا اندكشن او تيرن اوفر للسي دي 4 سيلز تتحول الى تي ريج سيلز اللي هي برضه مصابتها. تعمل ايه تاني؟ تفرز اي تيرن، تفرز مواد كتير جدا حقيقي يعني، اللي هي مكتوبه هنا دي كلها، كل دي بتؤدي الى السويتش التايب 1 الى تايب 2، وبعدين بكم انهيبيشن للان كي سيلز، الماكروفاج، السي دي 4 سيلز عن طريق انهيبيشن اوف سي دي 3 سي دي 62 ال وكذلك السي دي 8. يعني بتلاقي طبعا الاسهم اللي انتم شايفينها البلوكينج اروز دي كلها دي جت نتيجه لدراسات طويله جدا. في النهايه اتعرف ان الخليه دي، والغريب بقى ايه؟ انك انت حضرتك لو جيت شلت دي من الوسط كل ده يرجع تاني. اذا هو موضوع ريفرسبل، وده الجمال فيه ان هو مش ريفرسبل. فلكن لو موجوده التيومر مايكرو انفايرمنت، او حتى مش التيومر نفس المايكرو انفايرمنت نفسها، لا هتلاقي كل الانفايرمنت بتاع الهوست كلها للاسف بقت سوبريست تماما. لما بصيت امبارح كده قلت اشوف كام بحث اتعمل دلوقتي على الام دي اس سي بغض النظر كانسر او غير، فلقيت كام تقريبا 3932. لما بصيت على الكانسر الجامع غيرت الكي وورد ما بين الام دي سي والكانسر 3000، يعني تقريبا معظمها على الكانسر سيلز. لاهميه هذا الموضوع في الكانسر سيلز، لما شفت في ايجيبت لقيت 14 منهم، خمس ابحاث لينا، ثلاث ابحاث معمولين في امريكا بس مكتوب فيهم ايجيبت، وانذر تو فيري نايس ستاديز معمولين في المعهد القومي الاورام، واعتقد مش فاكر الاستادي الثانيه كانت فين بس تبع كايرو يونيفرسيتي. فده بيوري حضراتكم قد ايه الموضوع فيري امبورتنت، اند وي هاف تو موف برضو تو بي انفولفد في هذا الاتجاه، اللي هو ازاي اندرستاندينج البيولوجي بتاع السوبريسر سيلز، لان الاندرستاندينج بعد كده يؤدي الى حاجتين، يا اما تعمل بلوكينج ليها، يا اما تعمل ديفرنشيشن ليها وتحولها الى لانها ريفرسبل. هوري حضراتكم القصه دي ابتدت من امتى سريعا كده، مش شايف عندها كتير لكنها مهمه. القصه دي ابتدت لما انا كنت في امريكا استاذ هناك، استاذ مساعد، ابتديت سنه 2001، وبعدين 2003 ابتدت القصه دي معايا. ليه ابتدت؟ كنا بندور على بنستخدم، كنت خدت جرانت من الـ NIH، وكانت الجرانت دي كلها ان احنا نعمل على الاميونوثيرابي بس اكسبيرمنتال، يعني باستخدام ترانسجينيك انيمال مودلز فيري نايس. المهم كانت الفكره ان احنا نعمل بري كونديشننج للهوست قبل ما نعمل ادابتيف تي سيل ثيرابي عشان بالسايكل فوسفامايد، يعني نحقن الاول سايكل فوسفامايد جاست سنجل دوز، وبعد كده نحقن الخلايا المناعيه بعد ما ننشطها، على اساس السايكل فوسفامايد هيموت بعض التيومر، هيعمل سبيس للخلايا اللي احنا بننقلها، وبالتالي تقدر تعيش وتعمل هومينج، وفي نفس الوقت يموت الخلايا اللي هي السوبريز. دي كانت فكرتنا الهايبوث بتاعتنا، وطبعا نجحت وعملنا طبعا سيريس اوف ستادز جميله جدا. لكن في البدايه لاحظت المجموعه اللي كانت معايا هناك في المعمل، لاحظنا ان طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده على سبيل المثال البلاد، لكن ده بيحدث في السبلين واذر كومبارتمنتس على الايام، وهنا عدد الخلايا بتقل طبعا، بيحدث لوكوبينيا معروف الكلام ده، بيحدث لوكوبينيا وبعدين يحدث ريكفري عادي تقريبا دي 18 يرجع الهوست تاني نفس التوتال نمبر اوف ليوكوسايت. نفس الكلام ده اعتقد كان في بالابسوليت نمبر في السبلين والبولمر نفس الكلام. فدي معروفه كنا عايزين نتاكد بس ان، لكن لاحظنا حاجه ثانيه، ان بيحدث سبلينوميجالي وبعدين السبلينوميجالي بيبقى مصاحب بخليه برضه بيحصل لها ريكفري، بس بتبقى سريعه جدا في الريكفري وبنسب عاليه جدا. ولقينا قعدنا ندور ايه الخليه دي، قعدنا نستخدم الوت اوف انتي بوديز، وشفنا ان هي اكسبريسد تو سبيسيفيك ماركرز، واحد اسمه لاي 6 جي، واحد اسمه سي دي 11 بي. لاي 6 جي او جي ار 1 احيانا،
والسيدي ليرين. دول تو ماركرز معروفين ان هم بتوع المايلويد سيلز، او ممكن تبقى مونوسيتك وممكن تبقى جرانيو سيتك. وشوفنا الكلام ده بقى في السبلين والنار والليفر والفنود والبريتونيال اكسوديت سيلز في الرشاق البروتيني، وجدنا ان الخلايا دي من دي شفناها بقى من دي 4 الى دي 27 الكاينيتكس يعني. فلقينا الخلايا دي يعني سبيسيفيكلي عند دي 6 هوب بتلاقي يعني مش موجوده عند دي 4 لا في البلاد، لكن هوب لكن في البول مارو بتبقى موجوده. وبعدين هوب لقاها قامت طالع على البلاد والليفر اللي هي الاذر كومبارتمنتس يعني، وبنسب كبيره وتزيد تزداد تزداد، وبعدين تبتدي تقل حاجه بسيطه عند دي 27. فده شفنا طبعا البرسنتج بتاعها والابسولوت بتاعها عندها ريبريزنتيف تايم بوينتس دي 3 و 6 و 1. المهم لقينا الموضوع ده على مستوى الابسولوت نمبر حتى مش مجرد الريلاتيف نمبر. فكان موضوع يعني فعلا ليه الخلايا دي بتطلع وايه السبب وراها احنا يعني. وشفنا طبعا في خلايا اخرى مش هتكلم عليها، ده قصه طويله، على الدندريتك سيلز. لكن الخلايا دي لما قعدت اقرا والطلبه بتوعي البوست دوك والطلبه شفنا ايه الخلايا دي، فلقينا في بعض الابحاث بتقول ان الخلايا دي بتبقى سوبريسور سيلز لما بتاخدها وتعمل لها كوكالشر مع التي سيلز بتعمل لها سوبريشن. فشفنا ال 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 الكلام ده في انظر في تيومر ديفرنت تيومرز، ودي كانت شفناها في الميلانوما وفي الكولون كانسر، لقينا نفس الايه التيومر لوحده من غير الكيموثيرابي بيعمل برضه في الفران اللي عليها اللي فيها تيومر يعمل اكسبانشن للسيلز دي. طبعا الموضوع ده كان سيريس اوف ستاديز، كان نهايته ونشرنا الكلام ده ادي نظر بيبر وهكذا وبالتفصيل يعني شفنا الفاكتورز حتى اللي مسؤوله عن الخلايا دي. وبعدين فعلا خدنا الخلايا دي وشفنا هل هي سوبريسور ولا لا، لانها سوبريسور. اوكي طب لما نشيلها هل السوبريشن ده يقل؟ اه لانها تشيل خالص. فهنا بدا يتكون عندنا قناعه ان تيومر مايكرو انفايرمنت والكيموثيرابي، وشفنا الكلام ده بقى سبورتد باي اذر كان ريسنت ستاديز ايامها، بس كان على استحياء ان الخلايا دي ريد لاين يعني فعلا لو عن لو عند ده كان طبعا في الاكسبيرمنتال انيمالز يعني. فابتدينا نشتغل على الخلايا دي، هل الكلام ده الظاهره دي موجوده في الهيومن؟ فبدانا بالبريست كانسر. شفنا الخلايا دي في المايس اللي عايز يعني انترستد انه يشتغل عليها، هم تو انتيبوديز اونلي يعني فيري سمبل لاي 6 جي او ما بين قوسين كده جي ار 1 و السي دي 11 بي. اما في الهيومن لما قرينا بقى وشفنا وقعدنا نجرب لقينا لا بتحتاج اناذر تو اللاي 6 جي مش موجود على الهيومن، ده اونلي في الانيمالز في المايس يعني. لكن لقينا بقى السي دي 33 ولقينا. المهم وصلنا الى كوكتيل من اربع انتيبوديز اتليست، وبعدين بعد كده دلوقتي ممكن نستخدم اثنين او ثلاثه. فبنعمل جيتنج على التوتال سيلز ونشوف. لكن قلنا نسأل هل هي طالما مايلويدز عليها المايلويد ريسبتورز، هل هي لو استخدمنا الفايكول، حضراتكم طبعا عارفين الفايكول لو حطيت فيه الدم وعملت سنتريفيجيشن يشيل ياخد الايه المونوسايتس ومعاها طبعا الليمفوسايتس ويشيل الجرانولوسايتس بتنزل مع الار بي سي تحت. فاحنا قلنا نشوف الموضوع ده يعني هل ممكن على الفايكول اللي هي موجوده في الفراكشن بتاع الجرانولوسايتس. فاستخدمنا عينه وزاوت فايكول ولقينا لا ده هي موجوده فعلا في لما بنعمل فايكول. حتى انتوا شايفين فينا اهو حضراتكم دي نفس العينه بس دي قبل الفايكول ودي بعد الفايكول. لو حصلت تيبيكال سكاترنج للخلايا بتاع البلاد في الفلو سايتومتري زي اللي فوق دي كده هتلاقي مونوسايت اللي هي تحت دي وبعدين في الوسط المونوس الليمفوسايتس وبعدين الايه الجرانولوسايتس اللي هي فوق دي حسب السايز طبعا بتاع الخلايا. فلما بنعمل فايكول ده دي تتشال خالص وبالتالي الام دي اس سي اللي هي سي دي 33 بوزيتيف اتش ال دي ار نيجاتيف بتتشال وسي دي 11 بي بوزيتيف بتتشال ما تبقاش موجود او معظمها يعني ما تبقاش موجود معظمها عشان اكون دقيق. فاستخدمنا هذا البروتوكول واستابليش دلوقتي وبدأنا في شفنا الكلام ده الخلايا دي موجودة في البلاد of different tumor cancer patient.
ده جدول بيبان لحضرتك. بس اكتر ناس اشتغلنا بيشنتس اشتغلنا عليهم كان البريست و الكولون واللنج كانسر. ايه اللي شفناه؟ دي طريقة الجيتنج. لو حد يعني عايز انترستد ممكن ده يبقى يتصل بيا ونشوف ازاي يتعمل الجيتنج، لانه مش هقدر اشرحه هنا في مجرد وانا صب. بس سيمبلي تعمل اكوزيشن للخلايا بتاع البلد اللي هي الجاست اس كي بافر اللي هو عشان يعمل لايسيس للار بي سيز، يتبقى عندك المونونيوكلير سيلز وتحطها على والجرانوسايز طب تحطها على لا هنا ما بستخدمش سوري الفايكول، بيتبقى عندك الليوكوسايتس وبتبتدي تحطها في الجهاز من غير اي، لو انت عايز تشوفها بالجاست بالسكاترينج اوكي، او بتحط الانتيبودز اللي انا قلت عليها دي، وبعدين بتبتدي تعمل جيتنج وتقول له طلع لي الاتش ال دي ار، ما تعمل ما بين الاتش ال دي ار والسي دي 11 بي، بتاخد الاتش ال دي ار نيجاتيف والسي دي 11 بي بوزيتيف وعندك يبقى عليها سي دي سي. يعني موضوع بسيط جدا يعني. فده ممكن لو حد عايز الجيتنج استراتيجي ممكن نبقى نتواصل بعد كده. لكن النتائج، النتائج لقينا في التوتال كانسر في الجدول اللي انا وريته حضرتك النسبه بتبقى عاليه على مستوى ريليتيف نمبر، وشفناها على مستوى الابسولوت نمبر، وبعدين قلنا نشوفها على الستيج بتاع تيروف حاله البريس 1 2 بعدين 3 وبعدين 4. لقينا كل ما بتزيد الستيج كل ما بيزيد عدد الخلايا دي على مستوى الريليتيف نمبر وعلى مستوى الابسولوت نمبر. وبعدين قلنا هل التيومر بيردن ممكن يبقى متعلق ب عدد الخلايا دي في الدم؟ يس. لقينا الكلام ده لما بيكون في ليميتد تيومر او اكستنسيف تيومر، لا بيبقى العدد اكبر سواء على الريليتيف او الابسولوت نمبر لما بيكون التيومر بيردن عالي. ودي بتبين بالثلاث انواع من البيشنتس. اي ثينك هنا ادينوكارسينوما والتاني ميلانوما وبريست كانسر، ان كل ما بيكون التيومر بيردن عالي او بالسايز اللي احنا كنا محددينه هنا، لا بيكون عدد الخلايا، ففي كورليشن ما بين عدد الخلايا، زياده في عدد الخلايا والتيومر بيرد. طيب كان السؤال اللي بعد كده منطقي، الكلام ده في الايرلي او نقول ايه النيولي دايجنوزد بيشنت، طيب هل لو خدوا ثيرابي؟ فاخدنا البريست كانسر بيشنت، زي ما انتم حضراتكم عارفين ده البروتوكول كان موجود بيطبق في امريكا، والسايكل الاولى اللي هي بتبقى عباره عن دوكسوريبسون والسايكلوفوسفامايد، والثانيه بتبقى عباره عن الباكليتاكسل. فلقينا حاجه غريبه جدا في المرحله الاولى البيشنت بياخد فيها، ده طبعا هنا ما بين النورمال وبعدين ستيج 4 وبعدين ستيج 4 برضه بس واخد الكيموثيرابي. كان السؤال الاول هل الكيموثيرابي بيعمل ايه؟ فزي ما حضراتكم شايفين العدد في النورمال قليل جدا، في الستيج 4 بريست كانسر 22%، لكن بعد الكيموثيرابي ما راحتش، وده كان غريبه جدا ازاي الكيموثيرابي اللي هو بيشيل كل حاجه ما شالش دي، فده كان غريب جدا بالنسبه لنا. وبعدين شفنا في مرحلتين، المرحله اللي فيها السايكلوفوسفامايد والمرحله فيها تاكسول، فلقينا ان هو موجود في مرحله السايكلو مش في مرحله التاكسول، وده كان سمثينج انترستنج ان هو برضو ممكن بيعتمد على التريتمنت بروتوكول. وكان السؤال اللي بعد كده هل الخلايا دي فعلا سوبريسر ولا لا في الهيومن في البيشنز دي؟ عملنا حاجه سيمبل خالص، خدنا البلد سيلز وسيمبل ايه عملنا لها كلشر في وجود ستيمولنت للتي سيلز كان اعتقد انتي سي دي 3 وبعد لمده 3 ايام، وبعدين شفنا خدنا السوبر نيتنت وشفنا في السيتوكاينز. خدنا السيتوكاينز عملنا السيل بروليفريشن الاول وبعدين الاي ال 2 والانترفيرون جاما، لان هم من اهم انواع السيتوكاينز اللي هم له علاقه بالانترفيرون جاما بالذات لانه له علاقه بالكيلينج اوف تيومر باي سي دي 8 سيلز، والاي ال 2 بيعمل ده جروس فاكتور للخلايا عشان ما تموتش بسرعه. لقينا حاجه يعني ده unfractionated blood يعني من غير ما نعمل فيه اي حاجه، فلقينا ان النسب بتاع كل ما النسبه تزيد في الدم العمود التالي ده هنا 22% 26% البروفيشن بيقل باي التوري ترفيرو جامد. فالسوبريشن اوف تي سيلز على مستوى البروفيشن او سيلفان بيعتمد على عدد الخلايا اللي موجود في الدم، كل ما بيزيد العدد كل ما السوبريشن، لدرجه ان احيانا ما بيبقاش فيه انترفيرون جاما خالص. مثلا هنا لو كان 24% 26% نسبه كبيره حقيقي، بنلاقي اللاي 2 انترفيرون جاما والبروفيشن قل جدا كده. فده اكد لنا الى حد ما ان الخلايا دي سوبريسر، لكن طبعا مش متاكدين
ب100% لان في خلايا ثانيه ممكن تكون مسؤول. فعملنا ايه؟ عملنا سورتنج للخلايا دي لوحدها اذر ذان الخلايا الثانيه، وعملنا لها كو كلتشر مع التي سيلز. فاذا عندك نفس العدد من البيشنت، يعني بتعمل سورتنج وبعدين تاخد نفس العدد وتعمل له كو كلتشر مع التي سيلز. وعملنا كو كلتشر فلقينا ان الام دي اس سي اللي جايه من معظم البيشنت ليها سبريسر فاكتورز عند نفس العدد، وكل بالنسبه ما بين الام دي اس سي والتي سيلز بتزيد كل ما السبريشر بيزيد. وبعدين لقينا حاجه غريبه جدا، دي كان الكلينيشن بقى اللي معانا الله يصبحه بالخير هو اللي كان مصر يعني يشوف الكاينيتكس ايه اللي بيحصل مع بعض الاذر تريتمنت. فهنا لقى شيء غريب جدا، وعمل الكورليشن مع التيومر ماركر ده في حاله البريست كانسر، ولقى ان في تريتمنت اسمه ده تقريبا انهبيتور اروماتيز انهبيتور اللي هو جوزلين. فوجد ان هو لما المريض بياخد التريتمنت ده بيحدث حاجتين، بيحدث ان التيومر ماركر بيقل نتيجه طبعا لانه افكتيف والتيومر بيرمي بيقل، ويلاقي ان العدد الخلايا بيقل جدا جدا جدا. فاذا ممكن ده بيدي انديكيشن او يفتح ويندو لمزيد من الاستاديز ده الخلايا دي كنمبر كفانكشن ريفرسبل، وبالتالي ما هياش عدو كبير قوي اذا احنا فهمنا ازاي ان احنا نتعامل معاه. فكان ده البيبر دي، عشان كده لما نشرناها في 2008 اخر 2008 خدت لحد الان تقريبا 1200 سايتيشن، لان طبعا فتحت ويندو كبير جدا جدا، مش مجرد انك انت تشوف الخلايا، لا ده ان هي ريفرسبل، انك انت يو كان بلوك زم يو كان ايراديكيت زم والاخر، وانك ممكن تجد ادويه اورليدي اف دي ابروفد ممكن تتخلص منها. وده كان الكونكلوجن اللي انا قلته لحضراتكم مش هقوله تاني. ودي نشرناها في الكانسر ايمونولوجي اند ايمونوثيرابي، وابتدأت تفتح شهيتنا الى ان احنا نشوف الكلام ده في الاي ال ال. ده الكلام ده تم طبعا الجزء الاولاني ده جزء منه تم في امريكا وجزء تاني تم في السي سي ار اللي هو سنتر اوف اكسلنس ان كانسر ريسيرش، وما زلنا طبعا شغالين فيه. ده كله بالكامل تم هنا بالمشروع اللي انا قلت لحضراتكم عليه في الاكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. فشفنا نفس الكلام، شفنا التوتال سي دي 11 بي والسي دي 33 في الكنترول، وبعدين في المرضى الاطفال اللي عندهم اي ال ال، يا اما قبل العلاج يا اما اثناء العلاج يا اما بعد العلاج. ولقينا نفس الظاهره ان هو عدده طبعا معروف في الكنترول. على فكره الام دي سي في الهيلسي يعني المفروض ان هي تبقى نوت مور ذان 2% يعني ده الماكسيمم يعني واقل من كده. ففي مره كنا شغالين وبعدين كنا عايزين كنترول، وانت يو كان نوت ديفاين كنترول يعني صعب هنقول يعني ريليفنت. فاخدنا بلاد من طالب كان معانا في طنطا، وبعدين فوجئنا لقينا ان لقيت الخلايا عاليه جدا. فقلقت عليه بصراحه، الله انت يا ابني الخلايا دي جات لك منين؟ انت المفروض هيلث. فطبعا ما قلتلوش في الاول، وبعدين قعدت ادرس البتاع واتاكد ان الليبلنج مظبوط والى اخره، وبعدين في النهايه لقيت ان الكلام صح. وبعدين لما قعدت اراجع بقى وكده فلقيتهم كان في ميس ليبلنج، لان احنا بنعمل حاجه يعني بلايند يعني، فهو طلع كنترول يعني الحمد لله. فاذا لما العدد بيكون بيخض يعني الواحد في سامسونج ممكن يكون انفكشن، الانفكشنز ديزيز على فكره كرونيك بتطلع الخلايا دي عالي جدا زيها زي الكانسر. المهم شفنا الكلام ده بفور وديورنج وافتر، لقينا ان هي حتى عددها كمان بعد الافتر اللي ما بيخلص التريتمنت بيوصل احيانا الى 43 و22 وهكذا. فاذا بعد انتهاء حتى العلاج بتبقى موجوده في الاي ال ال تشيلدرن. وشفناها طبعا عملنا احصائيات على العدد كله ما بين الكنترول والبيشنز، وبعدين اثناء كل مرحله فلقينا الموضوع كونسيستنت، الخلايا ديت على مستوى البرسنتج وعلى مستوى الابسولوت نمبر بتبقى موجوده بنسب عاليه بيفور حتى قبل العلاج، ولكن العلاج نفسه اثناءه او بعده ما زالت موجوده. بالعكس ده احنا بنجد احيانا ان هي بعد العلاج بتبقى اعلى، ودي طبعا مشكله حقيقيه يمكن نتيجه للموبلايزيشن. وعملنا كورليشن ما بين الاعداد الخلايا ديت وديفرنت
برامتر زي تي 8 سي دي 8 البلاس سيلز وهكذا ما بين برضو ديوري الاندكشن اوف كيموثيرابي. وشفنا لقينا صعب يبقى فيه كورليشن، لكن لقينا كورليشن نايس كورليشن ما بينها وما بين التي ريك سيلز واعتقد ما بين السي دي 8 سيلز. ونشرنا البيبر ديت او تو بيبرز من هذا الموضوع اللي حضراتكم ممكن تشوفوا النتائج بالتفصيل، لان انا ببين طبعا بعض السيلكتد ديتا اللي هي بتؤكد بس النظريه اللي انا بتكلم عليها. وبعدين لقينا على الاتش سي في كان ماشي سايد باي سايد على فكره مع الاي ال ال، فلقينا نفس باختصار لو انتوا زهقتوا مني وعشان الوقت باختصار لقينا نفس، انا مش عايز يعني اخوض برضو جامد فانا حاول الجزء اللي جاي اختصره كده سريع، لكن لقينا نفس الكونسبت في ال اتش سي في اللي هو بس مش اللي هم كانوا بياخدوا الانترفيرون مع الريبا فيرين، ما كانش لسه نيو جينيريشن ده اللي هو النيوترا. فلقينا شفنا برضو في الهيسي، وبعدين عملنا حاجه يعني حقيقي كنت انا انترست فيها ان احنا نقارن الريسبوندرز بالنون ريسبوندرز. فشفنا لانهم في الاثنين موجودين وقبل والاتش سي في بيشنز موجود عندهم سواء ريسبوندرز او نون ريسبوندرز وحتى قبل العلاج، لكن لقينا حاجه غريبه جدا او جميله جدا، لقينا ان عاده الريسبوندرز مع ان الاثنين بيبقى دول اللي هما ما خدوش العلاج اللي هما النايف وبعدين بعد كده ريسبوندر والنون ريسبوندر سواء على البرسنتج او الابسوليوت نمبر. فلقينا النون ريسبوندرز عاده بيبقى عدد الام دي اس سي عندهم اعلى من الريسبوندرز. وبعدين لقينا حاجه ثانيه، قلنا شفنا الريسبوندر وده النون ريسبوندر قلنا اعلى شويه بس ستيل طبعا الريسبوندر موجوده، ولكن لقينا ان الريسبوندر بعد التريتمنت ما بيقف بترجع الخليه ديت ثاني، والنون ريسبوندر للاسف ما كناش بنشوفهم ثاني فما نقدرش احكم يعني عندنا بعض الداتا بس ما اقدرش استاتستيكالي احكم، لكن على الاقل في الريسبوندر كان العدد بينزل تاني بعد العلاج which is good. وبعدين لقينا كورليشن مع الالفا فيتوبرتين، كل ما الخلايا تزيد في العدد كل ما الالفا فيتوبرتين او بمعنى اصح في كورليشن ما بينهم يعني في الزياده ما بين الاثنين. ولقينا شفنا معروف ان الخلايا دي وجودها بيقلل بيزود الايدو، الايدو ده انزيم بيعمل ديبليشن للتريبتوفان، والتي سيلز لا يمكن تشتغل الا اذا كان عندها تريبتوفان عشان البروليفريشن والاكتيفيتي بتاعها، فهو بيزود الايدو بيعمل ديبليشن الايدو يعني اختصار لاسم طويل شويه فبيعمل ديبليشن للتريبتوفان واسم التريبتوفان فعلا بقى قليل وبيزود الحاجه اللي كانت فيري انترستنج واضحه بالنسبه لنا ريسبتور موجود على التي سيلز اسمه زيتا سي دي 3 زيتا مسؤول عن سيجنال ترانسدكشن في التي سيلز، من غيره الخلايا بتضعف جدا وظيفتها لانها فعلا بيبقى قليل جدا جدا في التي سيلز اللي عند في البيشنز اللي عندهم ام دي اس سي عالي. ونشرنا البيبر ديت وهايلي سايتد، وبعد كده قلنا نشوف الاتش سي سي اذا كان بيعمل كده في الاتش سي في واحنا عندنا النون ريسبوندرز معظمهم بيتحول الى اتش سي سي ان ايجيبت. فشفنا طبعا مع الزملاء في كليه الطب قسم تروبيكال ميديسن شفنا ما بين قارنا ما بين الكنترول طبعا ككنترول بالسيروسيس والاتش سي سي لقينا بيبقى عدد الخلايا برضه بيزيد مقارنه بالكنترول سواء كان سيروتيك بيشن او اتش سي سي بيشنز نفس الكونسبت تاني. وبعدين عملنا البرسنتج في البلاد واللي عملناها برضو في اعتقد هنا في الاسيتيك فلود عشان نشوف هل هو موجود برضو في الاسيتيك فلود ولا لا، لانها لا عدد قليل جدا جدا فهي بتبقى اونلي في البلاد. طبعا للاسف ما نقدرش او ما قدرناش ناخد بايوبس عشان نشوف، لكن لما دورنا في الليتريتشر لقينا الناس اللي خدت بايوبس من الليفر ووجدوا عارفين طبعا الفايبر سكان دلوقتي بقى بيقوم بدور مهم عشان يقيس الفايبروسيس، لكن ما عادش كتير حد ده في تصوري يعني من الزملاء اللي انا شغال معاهم الاطباء، فلكن في الليتريتشر لقينا انها موجوده في الليفر، لكن الجمال انها او مش يعني اقصد الهيلبفول جدا انك يو كان ديتكت فيري نايس لان بلاد
You don't need to have biopsy عشان تشوف الخلايا دي. لكن الانهاش موجوده في الاسيتيك فلود. واجين شفناها كورليشن مع الالفا فيتو بروتين, فلقيناها فعلا في علاقه موجوده. ومع الانتر امونج يعني ديفرنت فاكتورز, لقيناها برضو كل ما بتزيد كل ما الانترفيرون جاما بيقل. وشفنا برضو السبريسر فانكشن بتاعتها زي اللي انا قلته قبل كده, كوكالشر ما بين الخلايا دي وما بين التي سيلز, فلقيناها في سبريشن للتي سيلز. فالكونسبت واحد سواء في البريست كانسر او في الاتش سي في او الاتش سي سي. ونشرنا البيبر ديت برضو هايلي سايتد الحمد لله. وبعدين الموضوع فتح شهيتنا اكتر, لان احنا عايزين نشوف الموضوع ده هل مقتصر على تيومر واحد او لا. شفناه كمان على الاذر تيومر, وفي الوقت ده طلع ان الخلايا ديت ام دي سي منها مونوسيتك تو سبسيتس, مونوسيتك وجرانولوسيتك. فبدأنا جبنا الانتيبوديز اللي هي تفرق ما بينهم واشتغلنا على الموضوع ده. ده المونوسيتك بتبقى على سيدي 14 مش موجود على الجرانولوسيتك. ليه عملنا الكلام ده؟ لانك قال لك المونوسيتك هي المور سوبريسر سيلز عن الجرانولوسيتك. فعملنا الكلام ده بقى في اللنج والكولون والبريست كانسر تاني عشان نشوف المونوسيتك والجرانولوسيتك. ولقينا فعلا بعد الجيتنج, عشان ما يعني ما اعملش كونفيوجن لحضراتكم, لان الجيتنج سيستم بياخد سيريز كده اوف جيتنج فروم جيتنج فروم جيتنج, لكن في النهايه لقينا ان المونوسيتك فعلا اعلى. يعني شفنا في نفس البوبوليشن المونو والجرانولوسيتك, لقينا معظم الخلايا بتبقى مونوسيتك. وده شفناه في اذر اورجانز, في اذر تيومرز كان زي الليمفوما والاوفيريان والهيد اند نيك. فكان النهاية الجزء بقى الأخير اللي أنا دقيقتين هخلص بيه, إن الكونكلوجن إن potentially أو ultimately if you have if someone has in cancer patients even before chemotherapy you can detect these cells, high number of these cells and in some in certain infectious disease. ففي ناس تعاونوا اتصلوا عليا من إيطاليا, لقيتهم كانوا شغالين على الموضوع ده. الكلام ده من 4 شهور, وعرفوا ان انا يعني one of my interest MDSC, وقال لنا باع كويس جدا فيه وهم برضو شغالين. فقالوا احنا عايزين نشوف نستخدمها كبوتنشال بايو ماركر ان كانسر بيشن للبروجنوسيس او البريدكشن اوف ريسبونسيفنس اوف كلينيكال ريسبونس يعني. فبصراحة أنا ما فكرتش في الموضوع ده, لأن طبعاً أنا كنت يعني شوية في الأندرستاندينج البيولوجي ولا. فجات الفكرة فعلاً والحمد لله. فلما قالوا لي قعدت أقرأ إيه, هل هي فعلاً ممكن؟ صحيح إحنا معانا داتا كتير وأول آخر, هل في ناس اشتغلوا على هذا الموضوع قبل ما أقول لها أوكي؟ فلقيت يس إن في ناس, وأنا هسيب البرزنتيشن للدكتورة دعاء. فلقينا فعلاً في عملت مش كتير طبعا يعني, لقينا انا حتى مجمعهم هنا الادا تقريبا حوالي ادا 4 وبعدين ادا 9 ابحاث لقيتهم حديثا شغالين. لو قريتوا التايتل كلهم بيستخدموها كبوتنشال هنا سيركليتنج ام دي سي ان اندبندنت مش عارف نون بروجنوستيك وهكذا. تلاقي دايما ايه انها تستخدم كبايو ماركر. فالموضوع فتح شهيتي جدا, قلت لها اوكي والحمد لله رب العالمين حصلنا. هي كانت مقدمه وانا كوفرتنر معاها, وحصلنا على هذا المشروع بحيث يتعمل ده من الاتحاد الاوروبي, يتعمل ستاندردايزيشن الى ميثود والى كات اوف والى فينوتيبك اناليسيس لهذه الخلايا في الكانسر بيشن. واتمنى ده ان شاء الله في خلال مثلا سنتين ممكن يتحول, اما ينجح الموضوع ده ويتعمل ممكن فعلا دي تبقى نيو سيلولر بايو ماركر للكانسر بيشن. وعشان كده انا بدعو يعني بمناسبه المؤتمر, اتمنى ان فعلا يبقى في كونسورشيوم ان ايجيبت. الحمد لله يبقى في بروجكت لكن مع الناس الايطالي الايطاليان دول, لكن برضو اتمنى يبقى فيه كولابريشن مع المهتم بهذا الموضوع. وانا احنا عندنا الاكسبيرينس وعندنا الريجنس اللي ممكن نساعد بهذا الموضوع.
يمكن قبل بقى ما اختم هقول ان انا صحيح ركزت على الجانب اللي هو اللي على الام دي سي، جانب اللي هو نفس صدر قضايا مركب، لكن فيري امبورتنت ممكن ادعو الناس تشتغل على ايجاد طرق سواء سوري وات ايفر بقى ايا كان ناتشورال برودكتس انتي سايتوك وات ايفر، بس الموضوع ده فيري ريتش فيري او انتي انزايم او مش انتي انزايم او فارماكولوجيكال كومباوندز اللي هي تلغي فعل بعض الانزيمز. هنا دي دايره مش انا اللي عاملها، انا جايبها من الليتريتشر اللي هي الاستراتيجيز زي اما ريجوليشن اوف مايكروبلوكس، وده موضوع اندرستاندنج البيولوجي نفسه انا الميكانيزم ولا انما ممكن تدور على حاجه تعمل ديفيشن للام دي اس سي، وده سهل على فكره. يعني احنا لقينا جيم سايتر من ضمن الكيموثيرابيوتيك دراج اللي يعمل لها ديفيشن على سبيل المثال، او تحولها من خلايا باد الى خلايا جود. وفي ناس اشتغلوا على الاطرا اول ترانس ريتونيك اسيد ولقوه سبحان الله بيغيرها من خلايا سوبريسيف الى خلايا السيميلاتر، وبيحولها الى ما يشبه الدندريتك سيلز، وده طبعا موضوع رائع جدا. وده طبعا خدت هايلي سايتد بيبر سيمبلي باي تريتنج بيشنز او سيلز دي ان فيترو يو كان ترانسفورم ات انتو استيميلاتوري سيلز. في النهايه طبعا ناس كتير جدا سواء من مصر او من امريكا بحب اشكرهم، فريق كبير جدا وراء هذا العمل اللي هو الام دي اس سي، لان ده خد سيريس اوف ورك وفاندنج سيستم، وده جزء من ناس في السنتر اوف اكسلنس ان كانسر ريسيرش موجود في المستشفى التعليمي الجديد بجامعه طنطا في الدور الثاني او ثالث، وده اكويبد الحمد لله بي، وده الويب سايت بتاعه اكويبد بنايس يعني اكويبمنتس، اعتقد الدكتوره دعاء زارته. فاهلا بحضراتكم اللي عايز يتعاون معانا. و فاضل شريفه ثانك يو مش عايزه تيجي مش عارف ليه، ثانك يو فيري ماتش.